أما هلأ سالي وصلنا لمساحة جديدة اليوم، قديش عم نشوف سيدات عم يبدوا مشروعهم الخاص ويشتغلوا؟ كثير عم نشوف سيدات يعني في طموح اللي عندهم كان بلش صغير ولكن عم يكبر ويكبر ويطلع ابداع. اكيد صحيحه سالي، يمكن بالوقت الراهن نحن بامس الحاجه لمورد دخل اضافي اليوم، وبمساحتنا الحاليه رح نكون باضاءه على سيده صار لها 15 سنه بتشتغل بعالم الهاند ميد ومؤسسه مشروعها الخاص رغم دراستها اللي بعيده شوي عن هذا المجال. اكيد بيسعدنا نرحب بالحرفيه رهف بدوي. رمضان كريم. رمضان كريم، اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. اهلا وسهلا فيكي. يعني غراض كثير هلا قبل ما نبلش معك فردناها ونقينا منها الشغلات الحلوه، كلهم حلوين ولكن في اجمل. يعني احكي لنا عن قديش بتحبي هذا الشغل لقدرتي انت توصلي لهون، يمكن بلشتي شوي شوي وبلش يكبر شغلك. هلا اكيد هلا انا دراستي بعيده كليا عن اشياء الاعمال اليدويه وهالقصص، انما انا رغبتي يعني ومحبتي بهي الاشياء خلتني اتفرغ لها اكثر ما هي تكون باطار دراستي. فكتير يعني توسعنا اشياء بتخص الاعمال اليدويه، بتخص كل شيء له علاقه بالزينه سواء على الصعيد الشخصي او هلا متجهين بخط جديد اتجاه تزيين المدارس وديكوراتها، بس بشكل تعليمي طبعا، بشيء بيفيد الطفل وهالاشياء. نعم. لكن كله صناعه يدويه. نعم، واهم شيء رهف انه اعاده تدوير، يعني من لا شيء عم نصنع شيء. أكيد. وعم نصنع منتوجات كثير حلوه. أكيد. خلينا نحكي عن فكره اعاده التدوير وليش اهتميتي فيها وبعدين بنبلش بنستعرض منتجات. يعني هو بهذا الوضع بهالاشياء المفروض يعني ست البيت بتحب انه هي تزين تعمل ديكورات بسيطه، فمو بالضروري انه نحن نشتري من السوق، ممكن يكون عندنا كثير مواد اوليه بالبيت موجوده بسيطه بشويه لمسات تطلع عندنا زينه حلوه ومنقدمها على طاولتنا على زاويه بالبيت. نقدر يعني اي ست بيت تعمل هي الاشياء. نعم صحيح. يعني مثل ما عم نشوف ايضا شغلات متنوعه، منها شمع ومنها صمديات ممكن نحن نستفيد منها، وهذا الشمعه يلي اكيد عليها علم السوري. علم السوري. أكيد. رائعه. أكيد. هاي خلينا كمان نحكي، يعني دائما الافكار مستوحاه من شو بيشعر الانسان. صح. شو بيحب انه يعمل، مثل ما عم نشوف ما في احلى من انه نجسد علمنا السوري. صحيح. اكيد بكل منتجاتنا وبكل اشغالنا طبعا. نعم. رهف كمان غير مع الشمع عم تدمجي ماده ثانيه. تمام. خلينا هي ماده عنه. الريزين ماده يعني متعدده الاستعمالات. الفكره هون بهذا الشمع انه احيانا حدا بيهديكي شمعه فانت ما بتحبي انك تشعليها بتدوب او مثلا ممكن ينتزع منظرها، فالفكره بدمج الشمع مع الريزين انه هو بيحافظ على الشمع. هلا نحن ممكن نشعلها وهي طبعا معطره باي ريحه ممكن ست البيت تحبها، لو هي خلصت بتضل بقلب المساحه اللي موجوده وبترجع بتجمد وبنرجع نشعلها مره ثانيه. هي الماده هي؟ هي الماده هي الريزن. تمام. يعني كمان عم نشوف الوان كثيره منها، كمان هي عندنا فينا شكلها باي شكل بدنا اياه بطريقه معينه. هو كمان اعاده تدوير، يعني نحن بنستفيد من القطع اللي بتطلع من بقايا الاعمال فبناخذها وبنرجع نعمل اعاده تدوير لها وبنعبيها شمع. تمام. كمان يمكن سالي معك شيء؟ معنا كمان ايضا شمعه عليها رمضان. أيه كريم رمضان من وحي هذا الشهر الفضيل، ان شاء الله شهر خير وبركه إن كمان شاء الله. حلوه وفيها صدف يعني. اكيد هلا هو الشمع فينا نحط فيه اي شيء بقيان عندنا بالبيت، صدف، خراز، مكعبات ملونه، اي شيء. الصدفات هن فوق بالشمعه. خلينا شوي ناخذها عليه هون. الصدف هو هون لكل حابين يشوفوا وين الصدف، حتى اللون ورمضان كريم ايضا على هيدي الشمعه. كثير حلوين. الله يحلي ايامك. حتى ست البيت بتقدر بطريقه سهله تتعلم كيف حلو تكتب على الشمعه اي شيء بتحبه. نعم. يعني كمان سالي عم نشوف نوع ماده او ماده ثانيه عم تستخدميها، هي مادة الخشب وعم تكتبي عليها عبارات كمان حلوة. الخشب. نعم. ماده متوفره، ممكن اي قطعه خشب. نعم. باي شكل. هون حاطه اكتاف الاخرين ليست للتسلق. ليست للتسلق اكيد. ليش حلوه عم هي الماده الخشبيه؟ شو قطع خشب يعني متوفره، ممكن تكون عندك من اي صمديه تنتزع تطلع عندك قطعه خشب او اي شيء، ما في داعي انه نكبها، ممكن احنا. نعم. نرجع بشويه الوان بشويه تنسيق انه تطلع عندنا قطعه. نعم. حلوه. وهي شو كمان؟
هي اي ست بيت بتقدر تساويها، هي اي خيط موجود عندها بالبيت، صوف، خيش، بتحطه مع شويه غري وبتلفه حوالي البالون وبتتركه لينشف، بس ينشف ممكن تقيم البالون وتحصل على هالقطعه. نعم. فكره كثير حلوه، ممكن نعملها بكثير اشكال ومنحط داخلها اضاءه. ايه يعني حتى هيك اشكال بيحبوها الاولاد الصغار بالبيت. يعني هيدي الطابه خلينا نشوفها، لهي الطابه جميله اللي بقلبها شمعه فيها لده هي ما. أيه. وقديش رهف بالحجر اليوم ممكن السيده تشارك اولادها؟ اكيد هو الهدف الاساسي انه نحن نعلم الاطفال نشاركهم معنا هي اللحظات الحلوه، فممكن اشياء بسيطه هو الولد يقدر يشارك فيها ويصنع مع امه. نعم. وتكون يعني شغله تعليميه وترفيهيه بفنفس الوقت. اكيد ايضا نرمين عندها ايضا اشكال بتخص الاطفال، ويمكن هذا المشروع اللي حضرتك حكيتي عنه يلي هو تزيين المدارس بهدول الاشياء يلي بتحفز الطفل انه يحب مدرسته، خاصه الاطفال يلي فايتين على يعني الطفل معروف عنه بيلفت نظره الالوان. تمام. الاشكال، الاشياء اللي فيها ضحكات حلوه، فنحن بنجسدها بهي الاشياء البسيطه. كلها عباره عن ايفا مقصوصه. نعم. بطريقه معينه. نعم. في كمان زينه خبرتينا تحت الهواء هي خاصة بالعيد. ايه تمام. خلينا نحكي عنها اكثر، هي موجوده جنبك. هلا نحن عاملين مثل حمله لستات البيوتي اكثر شيء، هنا باعتبار بهذا الوضع الكل قاعد بالبيت. فنحن عملنا حمله عيدك بابك. فنحن متجهين انه نزين الباب، باب البيت باعتبار كله بالبيت، باب البيت بشويه ورود حلوه مع شويه شيفون، يعني تدخل السعاده تحسي انه في شيء تغير بالبيت من الزينه. يمكن هن موجودين جنبك، فينا بس اللي جنبك هون نفرجيها للكاميرا. هلا في فكره ثانيه كمان، سيديات كانه. اي هلا في فكره ثانيه بالنسبه لاسمها توزيعات العيد. هلا نحن احلى شيء بفرحنا بالعيد هو العيديه بصراحه للصغار والكبار. اكيد. اي ففي طريقه جديده حبينا انه هي العيد نحطها، هي عباره عن سي دي موجود بكل البيوت وقطع ايفا بننسقها بشكل معين وبندخل بقلبها العيديه للطفل فبيحتفظ فيها. حلوين كثير هذول. ممكن تحطي له اياها بهذا المكان ويحتفظ فيها. عندنا طبعا اشكال عديده، ممكن يكون لها يعلقها، ممكن تحطي عليها عيد سعيد، التاريخ، بيرجع بيتذكر هي الاشياء، في كثير يعني تعمليها بطرق مختلفه. كمان من اشياء بسيطه بالسيديهات وشويه ايفا. عندنا كمان زينه ممكن تعملها ست البيت مع الاطفال، عباره عن قطع ورقيه حلوه بس مقصوصه بشكل معين. وفكرتها سهله، ممكن اي طفل يشارك فيها وبيعلقوها. يعني الالوان ايضا نرمين هي اللي بتحفز الطفل انه يقتني هدول الاشياء، يعني مجرد ما يشوف الالوان فهو بينشد. اكيد لا لا صحيح. وسالي يمكن احنا بحاجه بهذا الوقت نتيجه الظروف اللي عم نمر فيها، يمكن الاطفال يقولوا ما عم نحس بنكهه العيد. قديش هاي القصص بتطفي جو حلو على طابع العيد؟ زينه بتلعب كثير شكل اساسي بقلب البيت، سواء برمضان سواء بالعيد، لازم يعني الطفل يحس بانه في صار في تغيير بالبيت لحتى يحس بهي المناسبه. اكيد. نعم. كمان خلينا نحكي عن رمضان، زينته دائما بتكون مميزه. أكيد. انا عندي طربوش و طيب. هو التربوش كمان تقدر ست البيت تعمله، عبارة عن سي دي هو القاعدة، وتلف الورق بشكل مخروطي وتعمل له غطا صغير هي على ذوقها، تحط له أي شيء وتعبي. تمام. كمان عند سالي في هلال، هذا الهلال ايضا بينفتح، يعني هو كشكل جميل هلال رمضان. طبعا. وايضا بينفتح، ممكن نحن نستخدمه لنحط فيه مثلا شوكولا. أكيد. او نحط فيه شوكولا او تمر او ملبس العيد. أيه. اي شيء كمان ممكن. شغلات جميله يعني لكل وقت له، خلينا نقول شغلاته. صح. زينته. صح. وكل وقت له روحه الخاصه. أكيد. مزبوط. اكيد. نعم. كمان سالي عم نشوف تزيينات خاصة، هدول ممكن نشوفهم بحفلات توديع العزوبية أو الحفلات. تمام. الخاصة اليوم. تمام. كمان مواد كتير سهلة. صح، ممكن أي صبية هي بتحب لون معين بالزينة أنه تجمع مثلا كاسات إلى شكل حلو مع شوية سلوفان مع شوية ساتان، بيطلع عندها طاولة يعني من صنع الإيد، وكتير شيء حلو بالنهاية. أكيد. نعم. يعني ما موقفة انت عن مثلا صناعة الشمع، وايضا عم نشوف شغلات تانية. يمكن دائما الانسان اللي بيحب
عمله او موهبته أكيد. بتكون هي الدافع الاكبر لانه يشتغل بيطور حاله. صح. شو حابه تعملي مثلا ان شاء الله يا رب هيك بعد ما نجتاحد الازمه تبع كورونا؟ حابه تشاركي بغير تزيين المدارس بمعارض ببازارات باي قصه؟ اكيد هلا ان شاء الله بعد ما تخلص هي الاوضاع وان شاء الله يا رب على خير اكيد هالمرض بيروح عن هالعالم. اكيد انا بحب فوت بالبازارات بكل شيء بخص الهاند ميد بكل. نعم. شيء ممكن انه يعطي روح حلوه بالبيت وبتكلفه بسيطه وست البيت تحبه يعني وتقدر هي تعمله او تصنعه حتى بايدها، مو بالضروره انه هي تصير تشتري، لا تتعلمه وتساوي. وكثير يعني نحن عندنا سيدات مبدعات للصراحه. اكيد. رهف، اليوم بظل الاوضاع الاقتصاديه اللي عم نمر فيها كل شخص عم يفكر بمورد دخل جديد، يمكن هو عم يكون يعني مورد ثاني لك. اليوم قديش بتشجعي الصبايا والسيدات اليوم اللي عندهم موهبه او اللي بيحبوا هذا الشيء انه ممكن يعملوا مثلك؟ وبنعرف انه انت كمان في حفلات معينه بيتصلوا معك بتعملي لهم زينه لعيد الميلاد لولاده، هي التفاصيل بقى قديش مهمه هي الخطوه للسيده اليوم؟ لازم يعني انا بشوف انه كل صبيه عندها طموح او عندها حلم لازم انه تضل تسعى ورا وتضل تطور نفسها وتضل تعمل وتتعلم، يعني هي الطاقة اللي بتكون جوات السيدة اللي بيكون عندها هدف وحلم بتقدر هي شوي شوي، بس الموضوع بده يعني طولة بال رواق، فأكيد بتحقق حلمها بالنهاية. أكيد. يعني السيدات السوريات أثبتوا أو أثبتنا أنه أنهن قادرات على صنع شيء من لا شيء. من لا شيء. يمكن أكيد. عم نشوف نحن ورق مقوى. صح. بألوان عملنا منه زينة، أيضا عم نشوف شغلات إعادة تدوير. قديش بتشجعي السيدات يلي مثلا قاعدين بالبيوت حابين أنه يخلصوا واجباتهم المنزلية ويتفرغوا لهيك أشياء، قديش بتشجعي أنك تعلمي؟ لأنه نحن دائما اللي نحن بنعرفه بنحب ننقله للآخر بشكل. صح. إيجابي ومنتج، خلينا نحكي. صح. هلا ست البيت موجوده بالبيت اكيد عندها اعمالها عندها مشاغلها، انما بالنهايه بيزيد عنا نحن شويه وقت، هذا الوقت انا بقدر استفيد منه بشيء. انا بالاخير اقعد مثلا اطلع اقول هي القطعه انا صنعتها، هي الزاويه انا اللي نسقتها، اكيد هذا لحاله بتحس هي بالفخر، هذا الفخر بيدفع انه شوي شوي تطور نفسها. يعني الحياه مو كلها مثلا نت او اقعد انا بتعلم، بس انا لازم لما اتعلم انتج، يعني لازم يكون في عندي فعل وردة فعل، اللي تعلمته لازم انا جسده بشيء لحتى يطلع للعالم الناس تحبه واقدر احقق حلمي بالنهايه. حلو. نعم. اكيد. يعني رهف عم نشوف مواد كثير عم تستخدميها، عم نشوف ما وفرتي شيء يمكن يكون متواجد بايديك بالبيت أبداً. في هي القنينه اللي شايفينها كثير بنشوفها. صح. بتعطي جو حلو بالبيت. عندنا هلا اي قنينه زجاجيه طبعا لازم تكون مشان يلزق عليها المواد اللي ممكن نستعملها. بس شوي على الكاميرا اكثر. تمام. ممكن نحن اي قنينه الى شكل حلو عباره عن خيطان خيش كثير يعني بسيطه القصه، وماده الغره اللي هي اساسيه المفروض تكون موجوده بكل بيت بنحط عليها الغره وبنبلش يعني نلفها بطريقه معينه لا تتغلف كلها، واشياء الزينه نحن بقى لولو. كل سيده حسب ذوقها حسب لون فرشه حسب لون طقمها ممكن هي تحط الزينه عليها. اكيد. قديش ممكن تاخذ وقت مع سيده مبتدئه؟ سيدة مبتدئة يعني ممكن بدها طولة بال شي ساعة، بس بعدين بقى لما هي بتحب بقى تغلف كل الأشياء بتصير بقى بتحب تقعد لوقت طويل. أكيد يعني ساعة مو كتير. لا ساعة مو كتير فيها تختصر وقت تليفون مع جارات. صح أكيد يعني بالنهاية بتطلعي قطعة مميزة، ودائما نحن عنا شغل الإيد. تمام. يعني نرمين شغلات كتير حلوة ويعني منحب نقتنيها. أنا عجبوني هدول والمخرج هدول ممكن نحن نوزعهم على حيط نمسكهم فوانيس برمضان، ممكن نمسكهم حلويات بالعيد، الطفل بتدخل له البهجه والسرور هي الاشياء. اكيد. نعم. رهف هيك بالوقت الباقي خلينا نعطي شويه نصائح اليوم للسيدات اللي حابين يعملوا شيء بالبيت زينه او يمكن بيرتكبوا اخطاء معينه باختيار الزينه لبيتهم. هلا انا بلاقي احسن نصيحه بوجهها لكل السيدات انه انت لا تيأسي، يعني انت حابه هذا المجال جربتي انتزع معك شيء ما عليه، ارجعي عيدي ارجعي تطوري ارجعي، النت اعطانا كثير مساحات واسعه انه نتعلم انه نشوف اشياء جديده، انه نحن ما نيأس ولا تفتكر الا اي قطعه بالبيت موجوده بنقدر نعمل لها اعاده تدوير وبنقدر نعمل منها قطعه حلوه، مثل القطعه هي عباره عن
الترابيزه صغير كان فيه ماده فخلصت الماده سكبنا فيه شمعه سكبنا فيه شمع ملون وحطينا شويه زينه لولو بنقدر نحطها على الطاوله. يعني ما توفر اي شيء بيخطر على بالها، ما تيأس، ما تقول خلص انا جربت وما عاد اقدر. لا كله بالنهايه بصير وكله بالنهايه بتقدر تعمله. يعني كثير انبسطنا نحن اليوم بالحديث معك، بدنا نتشكرك وبدنا يعني بدنا نتمنى لك ايضا التوفيق بكل شيء عم تعملي ان شاء الله. واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، وانا كمان كثير انبسطت باستضافتكم وتشرفت فيكم. اهلا وسهلا. شكرا لك رهف بدوي لكل اللمسات الانثويه يلي اليوم زينتي فيها الاستديو. شكرا كثير لك.